السلام عليكم الجماعة، وصحة فطوركم وصحة من الله لكم. إن شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. شفت واحد لا فيديو في يوتيوب تاع داك الحركي تاع كندا. حقيقة الأمر تأسفت بزاف، تأسفت من شفت سواديزون جزائري يسب في أكثر من 50% من الشعب تاعه ويقولهم العرب رخاص، ما عندناش نفس التعريف ولا لا ديفينيسيون تاع الرخيص. ليا انا انسان رخيص، نجم نقولوا بلي هذا رخيص، بنادم اللي يدير فرقعة في بلاده ومش قادر حتى يدخل، وراه في 25 عام يقولها بلي انا ما دخلتش بلادي وما ندخلش بلادي، والمغرسة يقول لك انا جزائري ونحب البلاد. الرخيص هو اللي يسب في الاعتقاد تاع اكثر من مليار بنادم في الكره الارضيه. الرخيص هو اللي يسب امهات هذا المليار ويقول لك العرب رخاص، وتبان لي بلي انت هو الرخيص الكبير، باسكو العرب راسه وانت عندك حقد اتجاه السعوديه والعائلة المالكية وتسميهم عرب. يا رخيص، عمر السعودية ما كانت تمثل العرب في العالم ولا كانت تمثل الدين. الحمد لله رعنا الوزارة تاعنا ورعنا الأئمة تاعنا ورعنا العلماء تاعنا اللي رم يفتونا، ما ناش نقارعوا السعودية يجوا يفتونا ولا يفتوناش. الرخيص هو اللي يقدر يصير في صبابيط باش يدي منصب من المناصب هكا كاش ما يلقط هكا منصب سياسي. كنت تشيت البنفليس من بعد رميت له الماء، راك دروك تشيت النقاش تسجله في صباطو، بالك كاش ما يشوف الفيديو تاعك ويتصل بيك، وراك طامعكش ما يعطيك بوست. انا يبا نقولها لكم قطع لك الياس من دروك بلي ان بوست بوليتيك في الجزائر غير نساها وما غاديش يدخلك البلاد، باسكو كنت تحط كراعك في البلاد سركاجي مباشرة. غير راك تقصف في راسك باطل، وبركة ما تسب فينا وتسب في الاعتقادات تاعنا وتسب في الأصل تاعنا، خاش أنا عربي ونعرف أصلي مين وعن شجرتنا. إلا أنت ملقط وما عندكش أصل اللي تحشم عليه، سي با لا بان تسب الأصول تاع الناس. الرخيص اللي يدعى بلي انه مجدد للدين باغي انت تسلك تسوفي الناس وبلا بلاهم على دين غلط وانت اللي عندك الدين الصح، وعمرك ما هضرتني على الدين تاعك، وعمرك ما غادي تهضر على الدين تاعك، وعمرك ما غادي تدخل في الاصول الدين تاعك، حتى في الفورو على الدين تاعك عمرك ما غادي دير لنا فيديو عليهم، باسكو راك عارف بلي ينخموا عليك، هادو لهم يصفقوا لك، غادي يجي نهار ويندفلوا عليك. الرخيص اللي يخلي ناس دي زاتي كفار مسيحيين يهود يجوا يسبوا القرآن ويسبوا الدين في لاباج تاعك، ومام با ما ديرلهمش كومونتير كونتر تزيد تصفق لهم. عندي انا هذا هو الفري رخيص. شاب نقولكم خاوتي، من بداية الرسالة النبوية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معه منافقين وما غاديش ينقطعوا هذه المنافقين إلى يوم الدين، والدليل أن ربي حط صورة المنافقين في القرآن. تا منافق تا خبيث كاع الصفات الدنيئة فيك، ما نقولكش الله يهديك، قولوا الله يبعدك، الله يبعدك من هذه البلاد. والفتنة تاعك والتقسيم اللي راك باغي ديره بين أوساط الشعب الجزائري يجي نهار وغادي يدور عليك، وإن شاء الله بربي يدور عليك. أنا عربي جزائري
أفتخر بالأصل تاعي، نفتخر بالجنسية تاعي. تحية العروبة والتحية الجزائر، ولو كارها الكافرون وموتوا بغيظكم. الصغار راني مسلم عليكم بالواحد، ما كبيركم لصغيركم. إن شاء الله تفوتوا رمضان بالصحة والهنا، وما تنساوش تروحوا تصلوا تراويح، ونهار العيد إن شاء الله بإذن الله نتسالموا ونتسامحوا كما علمتنا المدرسة النبوية اللي رانا عليها. تحية الجزائر، دولة إسلامية على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وشكرا.